جئت إلى وكالة الفضاء اليابانية منذ سنتين تقريبا، من أجل مشروع طموح وريادي، وهذا المشروع يخص تطوير بعض الحفازات الكيماوية وكذلك بعض السوائل الكيميائية الطاقية التي ستستعمل كبديل للهيدرازين السامة بأقل خطورة على البيئة. وهذه المواد السائلة سوف تمكن بعد تفاعلها مع الحفازات الكيماوية من إنتاج غازات هامة جدا، سوف تمكن من التمكن أو التحكم في مسار الأقمار الصناعية وكذلك من إرسال المركبات الفضائية. بعد الإنهاء الإجازة في الكيمياء في المغرب في مدينة الجديدة، التحقت بجامعة بواتي بفرنسا لإكمال مشواري الدراسي، وحصلت على شهادة الدكتوراه سنة 2010. وبعده ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حضرت هناك لمؤتمر عالمي يناقش علوم الفضاء، فقابلت بعض اليابانيين هناك الذين لديهم بعض مشاريع عمل تخص الكيمياء المطبقة في علوم الفضاء، لأنها فعلا هذا المجال قليل جدا في العالم، وبالتالي فكانت إمكانية أنني من خلال مناقشتي معهم أنه ممكن أن نعمل مشاريع مشتركة معهم. أتمنى إن شاء الله تأسيس بعض المختبرات الكيميائية في وكذلك شراكات وتعاون مع بعض الدول الأوروبية وفي جميع أنحاء العالم، ولما لا كذلك في الدول العربية انطلاقا من المملكة المغربية بحكم أنني كمغربي، وكذلك لما لا كذلك مع بعض الدول العربية، والمجال مفتوح لهذا إن شاء الله.